بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي إن احنا نعمل كود أو لزب على شات جي بي تي. أنا عندي هنا أشكال مقفولة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده كده، وأنا عايزة أجيب المساحة الكلية للأشكال دي. هروح أعمل كود في شات جي بي تي، هنشوف مع بعض نعمله إزاي وإزاي إن احنا ننزله على الأوتوكاد ونستخدمه. هفتح الشات جي بي تي. زي ما شايفين دي صفحة الشات جي بي تي، وعلى فكرة الشات جي بي تي اتفتح في السعودية. اي حد معاه رقم سعودي ممكن ان هو يعمل اكونت على شات جي بي تي باللغة الانجليزية واللغة العربية. تمام، انا هاجي اسأله هنا send a message، هقول له can you create lisp for autocad area of any closed objects، هقول له name code ar. تمام، واجي اعمل send message. زي ما شايفين ده الكود اللي عمله لي اهو، لزب اللي عمله لي اللي هو في المساحة السوداء اللي احنا شايفينها كده. وهنا بيديني التعليمات ازاي ان انا احط الكود ده او اضيفه على برنامج الاوتوكاد. طيب انا هاجي اقول له copy code، تمام، واروح على الاوتوكاد. زي ما شايفين فتحت الاوتوكاد، هاجي اكتب تحت في الكوماند في لزب، اهي ظهرت لي. تمام، وبعدين اقول له فايل اللي هو نيو فايل اهو من هنا، وبعدين اقول له بيست، هاجي ادوس بيمين الماوس بيست كده. انا حطيت الكود هنا في فايل. طيب انا هسيف الفايل ده، هقول له فايل سيف از، واجي احطه على الدي اسميه ار اللي هو الاسم اللي انا اخترته له. تمام، واقول له سيف. يبقى انا كده عملت حفظ للملف. هنيجي بقى نعمل له ابلود، هنقفل ده كده واجي اقول له ابلود اهو بالشكل ده كده، واجي على الدي اهي ار بدوس عليها، وبعدين اقول له لود، وممكن لود وانس او always load زي ما احنا عايزين. هقوله load once وبعدين close كده، خلاص اتحمل لي اللزب. هاجي في الكوماند تحت اكتب بقى ar اهو ظهر لي زي ما احنا شايفين كده، بيقول لي select a closed object. طيب انا هختار ده، اداني اهو area 60 اهي تحت. لو انا جيت عملتها لكم تاني اهي، هنا اهي area 60. طيب لو جينا عملنا الشكل الثاني هقول له AR، واخترت الشكل ده كده اداني اريا 155.83 اهي شايفين الشكل ده كده. طيب هنيجي نجيب الاريا بتاعت السيركل AR، واختار السيركل اداني 75.20 الاريا للسيركل. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل كود يحسب لي مساحات للاشكال المغلقه. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.